أكثر منطقة معرضة لخطر الإصابة في الرأس هي بالطبع منطقة الصدغ التي تقع خلف العين وأمام الأذن. السبب في ضعف هذه المنطقة هو أولاً أنها تحتوي على عظم الصدغ، وهو أقل عظم سمكاً من بين 22 عظماً في الجمجمة، وبالتالي يكون أكثر عرضة للكسر أثناء الحوادث. ثانياً، عظم الصدغ يحمي تحته العديد من الأنسجة المهمة مثل الشريان السحائي الأوسط الذي يزود الأغشية التي تحمي الدماغ بالدم، وهي ثلاث أغشية تسمى بالسحايا: الأم الجافية، الأم العنكبوتية، والأم الحانون. قد يؤدي الكسر في العظم الصدغي إلى نزيف الشريان السحائي الأوسط، وبالتالي تشكل الورم الدموي فوق الجافية، وهو تجمع الدم فوق الغشاء الذي يغطي الدماغ، مما يؤدي إلى الإغماء المتكرر للشخص ويستدعي تدخلا جراحيا.